هاي. صناعة الأفلام بنيجيريا معروفة بنوليوود، وانطلقت بشكل رسمي سنة 1992 مع فيلم Living in Bondage لكينيث نبو، مع أنه هالفيلم منه أول إنتاج نيجيري، بس هو معروف عالمياً بالفيلم يلي أدى لتطور نوليوود بالوقت يلي كانوا هوليوود، بوليوود والأفلام الصينية منتشرين بشكل أوسع بنيجيريا. تسبق نوليوود هوليوود من ناحية عدد الأفلام، فهي بتنتج 2000 فيلم بالسنة، وبتسبقها بوليوود مع 3000 بالسنة، يعني بتنتج نوليوود 50 فيلم بالأسبوع. تحتل كلمة نوليوود المرتبة الأولى بين الكلمات الأكثر بحثاً على جوجل بأفريقيا، وبتحصل شهرياً على 160 ألف بحث. سنة 2017 كانت الممثلة موجي أولايا الشخص الأكثر بحثاً على جوجل بسبب وفاتها بذات السنة. مين قال المقرصنين يلي بيبيعوا إنتاجات نوليوود بطرق غير شرعية هن أغنى من معظم منتجي هالأفلام؟ أنا قال. بشوفكم بكرة.